السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا دابا حنا متواجدين بالولاية أمن فاس، وكما كتشوفوا واحد الشرطي تعرض لواحد الهجوم، فقد العين ديالو فيه، تعرض لواحد الهجوم وحشي. وكما كنعرفوا هذا رجال الأمن كيتقاضوا واحد الراتب شهري هزيل، ما بينما النائمون في البرلمان كياخذوا حصة الأسد من هذه الدولة هذه. ولهذا كنطالبوا الجهات المسؤولة باش تزيد رجال الأمن في الراتب الشهري. هانتوما كما كتشوفوا كيخاطروا بالحياة ديالهم والدفاع على هذا الوطن وعلى المواطنين، وهانتوما كتشوفوا كما كتشوفوا كيتقاضوا راتب شهري هزيل، ما بينما اصحاب البرلمان والسياسيين اللي كيمارسوا السياسة الفاسدة في هذا الوطن ناعسين في البرلمان وكياخذوا حصة الأسد من هذه الدولة هذه. اللهم من هذا منكار، اللهم من هذا منكار.